اليوم رانا في هذا الملتقى، طبعا الهدف هو توحيد الجهودات والمجهودات وتوحيد الرؤية نحو فوائد يعني الحساب الديني وكيفية يعني تطويره على أرض الواقع. نحاول أن نوصل إلى الرأي العام كامل أن هذا البرنامج هو مهم للأطفال، فحبذا أن يوسع ويا ليته أن يدخل في منظومة وزارة التربية حتى يستفيد منه جميع أبناء الوطن.